منعرفكن على أبو تاكس. أبو تاكس هو المكلف جديد من قبل حكومتنا بجيباية الضرائب. أبو تاكس قاسي كتير وما بيرحم، بده يمول الخزينة مهما كان التمن. أبو تاكس بيشبه حدا معروف بالشكل وبالأسلوب. إليكم أبو تاكس. مرحبا مرحبا مرحبا. مرق الباص؟ هاتوا مأخر شوي بسبب الشتي. ايه شتي كتير وسقعة. ايه شتي وسقعة. هذا انت؟ بعتذر بسبب السقعة. هيت 1200 ليرة هيت ضريبة على الغاز، بدنا نمول. ابو تاكس. هاي منير. عايدة لوين جاي؟ جبت لك اكل، ما بيصير ضل بلا اكل كل نهار. شو نسيت شو قال لك الحكيم من يومين؟ ايه نسيت، قال كل. يلا هاتوا 7000 ليره ضريبه الكل. بدنا نمول. ابو تاكس. ماما تعملي لي عرس جبنه، جوعانه كتير. اوكي ماما تكرمي حبيبتي. تفضلي ماما، هاي عروس جبنه. ميرسي ماما. شو عم تعملي؟ مش عم تدرسي؟ بلا، عم بدرس تربية عن الضريبة، بس ما فهمت شو يعني ضريبة عن المنتوجات. الضريبة على المنتوجات يعني هيك يا حبيبتي. تفضلي. أبو تاكس. روقي يا حبيبتي روقي. ما نحنا كل يوم ببكينا أبو تاكس.